الكابتان الغالي. لن نقول وداعا لحسام غالي الكابتان، سنقول له أهلا في مكان جديد. غدا سيترك مكانه على البساط الأخضر في مباراة الأهلي وأياكس على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية. بعد غد سيبدأ مشوار جديد في نفس محيط الساحرة المستديرة لخدمة الأهلي في موقع مختلف. مكسب في كبير، خطير جدا يا ولد. الله، هو حبيبي حبيبي قلبي حسام غالي يا ولد. الله الله الله، كفاني. حسام غالي من مواليد 15 من شهر ديسمبر لعام 83، هو القادم من نادي بيلا بكفر الشيخ كناشئ، تلقفته العين الخبيرة وسط آلاف الحالمين بارتداء تيشيرت الأهلي ليشق الصفوف سريعا إلى الفريق في عامه 17، بل ويتم قيده في القائمة الإفريقية في نفس العام. شارك حسام غالي رسميا ولأول مرة أمام الشمس في كأس مصر عام 2000، فاز الأهلي بأربعة أهداف من دون رد حينها. أحرز رسميا أول أهدافه في شباك جان دارك السنغالي في دوري أبطال إفريقيا، وذلك يوم 13 من أكتوبر 2000، وفاز الأهلي حينها بثلاثة أهداف مقابل هدف. الكابتان لعب للنادي الأهلي 151 مباراة ولمنتخب مصر 74 مباراة، سجل 9 أهداف للأهلي وأربعة أهداف للمنتخب. ساهم في حصول الأهلي على 16 بطولة، منها 4 بطولات للدوري و3 بطولات لكأس مصر و4 بطولات للسوبر المصري، بطولتين لدوري أبطال إفريقيا، بطولتين للسوبر الإفريقي، بطولة واحدة للكونفدرالية. رحلة رائعة لمسيرة الاحتراف الأوروبي والعربي، فلعب في هولندا لفريقي فاينورد وآياكس، وفي إنجلترا لفريقي توتنهام وديربي كاونتي، وفي بلجيكا لنادي ليرس، وفي السعودية لنادي النصر. الشكر كل الشكر للكابتان على إسهاماته للكرة المصرية خلال 18 عام. نحن ننتظر الكابتان في بلاط الساحرة المستديرة لخدمة الأهلي والكرة المصرية. وداعا الكابتان.